يلعب النادي الأهلي دورا مهما في تعزيز العلاقة المصرية العربية عن طريق الرياضة باعتبارها أهم خيوط القوى الناعمة لأي دولة. هو ما يتطابق مع تصريحات الكابتن محمود الخطيب التي قالها خلال الندوة التي حضرها في معرض الكتاب. الأهلي يثبت دائما أنه المثل الأول في الرياضة المصرية والدال على الوطنية والانتماء والمساندة القوية لدولته، وذلك من موقعه كأكبر ناد رياضي في إفريقيا. لا يخفى على أحد المجهود المبذول من قبل النادي من أجل تعزيز علاقته بالأندية العربية، وذلك بما يتماشى مع الدور الخارجي الذي تلعبه مصر. إدارة الأهلي لم تتردد للحظة قبل المشاركة في مهرجان اعتزال النجم السعودي فؤاد أنور الذي سجل هدفا في شباك المنتخب الهولندي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم عام 1994. مشاركة الأهلي في مهرجان اعتزال لاعب عربي هي خطوة من مجموعة خطوات يسعى من خلالها مجلس إدارة النادي لخلق روح من التعاون في الرياضة العربية، بما يعود على مصلحة الأندية بالاعتماد على شعبية الأهلي الجارفة في الوطن العربي. خوض فريق الأهلي بطولة السوبر في الإمارات خلال المواسم الثلاثة الأخيرة كان دليلا واضحا على تميز العلاقة المصرية الإماراتية، مما انعكس على علاقات الأندية ببعضها. هو ما وضح خلال تعاقد الأندية السعودية مع 13 لاعبا من الدوري المصري بشكل عام وستة لاعبين دفعة واحدة من الأهلي، وهم عمرو بركات، حسين السيد، صالح جمعة، مؤمن زكريا، أحمد الشيخ، ومن قبلهم عماد متعب، بالإضافة إلى المتواجدين في الدوري السعودي منذ بداية الموسم وهم شيكابالا، محمود كهربا، مصطفى فتحي، عصام الحضري، محمد عبد الشافي، ومحمد عطوة. لن تكون تلك الخطوات هي الأخيرة في مسيرة أكبر ناد في إفريقيا نحو مزيد من الريادة في مجال الرياضة المصرية والعربية بالتعاون مع أشقائه العرب. لسه مستمرين معاكم مع ضيوف الكرام الأستاذ جمال الزهير رئيس قسم الرياضي في أخبار اليوم، والكابتن جمال السيد نجم الأهلي السابق ويعني رئيس قطاع البراعم في نادي إنبي. صح كده؟ لا صح جميل. مش عايز اشكر فيك عشان الناس ما تقولش انا بشكر فيك وانت معايا، لكن طبعا لا احنا مش في انبي بس يا كابتن ميدو، برضو تكملها يعني. انا في فتره معينه كنت مع كابتن بدر رجب، بصراحه كل الاحترام ليه كابتن بدر رجب. الفتره اللي اشتغلت فيها معاه في مدرسه الكوره بمنتهى الامانه، من اول جيل 92 محمد نصر النني، جيل 93 رامي ربيعه واحمد حسن كوكا، يعني احنا حتى كنا في الاستراحه انا واستاذ جمال استراحه قعدنا شويه وريت الصور لعيبه 12 سنه تريزيجيه واحمد حسن كوكا ورامي ربيعه ومحمد اشرف توفيق رؤى ولحد مرور لما 94 تريزيجيه ومحمود كهربا وفي لسه لعيبه لحد دلوقتي بتلعب في انبي، يعني عبد العزيز البلعوطي ده مواليد 94 كان معانا حارس المرمى اللي لعب مكان عماد السيد برضه كان لاعب النادي الاهلي. الناس بتستغرب يقول الكلام ده. جيل 96 محمد هاني، جيل 97 رمضان صبحي وكريم ندفد واجيال كبيره لحد 98 احمد حمدي واحمد ياسر ريان، دي كل الاجيال دي اشتغلنا معاه مع الكابتن بدر رجب، فبرضه كان قطاع براعم محترم. بعد كده حصلت طبعا يعني حصلت مشاكل وحصل قلق في النادي الاهلي بالنسبه لقطاع ناشئين، بس اللي اعلمه ان الكابتن محمود الخطيب اعتقد ان الفتره اللي جايه دي هيوليه حاجه يعني اهتمام خاص اكيد، لانها من انصار اللي اتعمل برضو يعني نقطه صغيره كابتن ميدو. ال 25 لعيب من احسن الحاجات اللي اقرها اتحاد الكوره، انا لازم يبقى عندي خمسه سته ناشئين بيتمرنوا من قطاع الناشئين، في يخشوا كبدل، يخشوا اللي هم بيتمرنوا بيكملوا التمرين، انما يبقاش عندي اللعيبه كلها لعيبه انا مشتريها من بره ودكه من بره وحتى الناس اللي بره السكور خالص، ما ينفعش. خمس ست ناشئين دول هتجبر المديرين الفنيين ان هو يطلع من ناشئين يسقلهم بشكل جيد، يتمرنوا مع اللعيبه الكبار، محسن غالي وعماد متعب ومؤمن زكريا واللعيبه الكبار، الحاجات دي كلها بتثقل اللعيب. اكيد اكيد من افضل أكيد الحاجات اللي هتفيد النادي الاهلي في الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. اكيد انا باكد على كلامك، كلام مهم جدا، واكيد الكابتن محمود الخطيب اسطوره الكره المصريه اكيد هيهتم او يعني هيبقى فيه اهتمام كبير جدا بقطاع ناشئين النادي الاهلي اللي هو فيه مواهب كتير جدا جدا مع قطاع ناشئين انبي برضه بصراحه
المقاولين حاجات بامانه بالظبط. وانبي والمقاولين كمان مش طبيعيه طبعا. احنا كنا في الفصل طبعا. بنتكلم كنت انا في انبي بشوف حد كده في انبي فشفت البراعم اللي عند كده حاجه تاخدك كده تفضل تتفرج ازاي. وبعدين على فكره اللعيبه دي كده الجو اللي هو جو البراعم ده واللعيبه الصغيره بجد هو اللي بيعمل يعني بيعمل جو حلو لكره القدم. يعني انت لما تشوف الولاد الصغيرين وهما بيطلعوا في نادي متربيين فيه وبيطلع لابس فانيله النادي ده من وهو طفل صغير بتتربى جواه بقى يا كابتن ميدو حاجات ممكن ما تلاقيهاش في اللعيب اللي جاي لابس الفانيله على كبر. اكيد دي حقيقه 100% الانتماء يعني زي ما حضرتك قلت يعني قصه الانتماء دي مش وهم دي حقيقه. لا مش وهم بس في بعض الناس يقولك ايه الانتماء للفانيله دلوقتي. لا هو الانتماء للفانيله بجد لما يحصل ايه النهارده من ضمن مميزات فرقه النادي الاهلي ايه انه في اكتر من لاعب يعني نقول 5 6 7 8 لعيبه موجودين بيلعبوا لابسين فانيله الاهلي وعرقانين فيها بقالهم سنين. فلما بتضيف عليهم حد سهل ان هو يندمج معاهم وسهل ان يبقى فيه هارموني وانسجام. عكس بقى لو انت اعتمدت كفريق على انك تشتري كله تشتري كله ده عشان تحطه جواهم او تزرع جواهم ازاي يبقوا مع بعض وازاي يبقى روحهم على الفريق ده هتاخد وقت هتاخد ايه ممكن ما تلحقش لان انت عبال ما تعمل الحته دي هيكون الفريق ده خسر كل البطولات. وانا ممكن يعني ممكن اقول الموضوع بشكل تاني يعني او باسلوب تاني in other words ان في فرق بين الحب والانتماء. تمام يعني طبعًا. الانتماء غير الحب. الحب مفهومه اعم واشمل. تمام فتخيل انت بقى متوفر فيك اللي الاستاذ جمال والكابتن جمال بيقولوا متوفر فيك الانتماء والحب اللي هم ولاد النادي الاهلي ولاد نادي انبي دول بيحبوا وبيعشقوا النادي وانتمائهم كمان للنادي بالزبط. غير اللي منتمي بس يعني اكيد الموضوع بيبقى غير كتير جدا غير دي غير اللي داخل على طمع يعني اللي هو داخل في عرض كويس قوي جاي له ف ما قبلوش ليه؟ ما في ناس كده في لعيبه بتيجي مجرد ان هو جاي له عرض كويس جدا وفي اكبر انديه الشرق الاوسط فعمره ما يرفضه. الفكره انه ازاي هو انك تدخل اللي جاي ده في منظومه. يعني حتى لو هو مش متربي في النادي ما هو برضه خلينا واقعيين يعني مش هربي الناس كلها في النادي. بيدخل الاهلي يا استاذ جمال اسالنا ما هو بالظبط كده بالظبط. انت ممكن لما تيجي وحضرتك سالت كابتن جمال على حاجه بعض اللعيبه لما اللي كانوا فين في احد الانديه بالظبط نجحوا ولا ما نجحوش. لعيبه كويسه لعيبه هي حلو جدا لو دخل منظومه صح يعني المنظومه وفرت له جو الاستقرار وجو الاجاده ما هو لازم هيبقى كويس. بالظبط فاهم قصدي يعني لو انت حطيته في مكان بالظبط هو لوحده هيخش مع المنظومه يعني هيندمج بسرعه والدنيا هتمشي معاه بالظبط. انما لما بتحصل عطله في جزء معين او حتى لو جزء اداري لا بتفرق كتير جدا. طبعا اعتقد ده المهم يعني. تمام بدات مع حضرتك بعنوان مباراه الاهلي ونجوم السعوديه وحضرتك طبعا عنوان بس انيش بقى عناوين كتير بقى احسن. لا شغال عادي يعني مفيش مشكله مش هسألك احاول اتصرف يعني كابتن ميدو ممكن تتكلم معاه شويه وتدي له عنوان يفكر فيه شويه. انت عارف لو انا معايا الايربيس مثلا ممكن حد يمليني والله انا بقول ده يعني مش عارف ليه يكلمني. لا الموضوع بقى بقيمه النادي الاهلي عربيا قيمه اللعيبه كمان اللي طلعت الدوري السعودي القوي تمام اكتسب بالقوه دلوقتي ما شاء الله بقى سوق للعيبه المصريين خصوصا الاهلاويه تحديدا كمان كويس. شايف الموضوع ازاي؟ لا انا شايف الموضوع اولا سمعه النادي الاهلي المحليه ما هو برضه خلي بالك العالميه تبدا منين؟ محليه. نجيب محفوظ بدا منين؟ بقى جائزه نوبل منين؟ بالظبط من شغله المحلي. بالظبط فعايز اقول انه النادي الاهلي وهذا ليس فيه اي شبهه مجامله خالص ما انا يعني ما حدش يقدر يجامل حد عامل حاجه كويسه يعني النادي الاهلي ما هو بالارقام 39 دوري مش عارف كام و20 ايه وكام و30 ايه ما شاء الله ما شاء الله يعني طبعا مش الحاجات القديمه مش هيجرى لها حاجه احنا برضو من قبل هو الخوف على احنا داخلين على ال40 برافو عليك داخلين على ال40 برافو عليك. فانا عايز اقول ان كل هذه الانجازات هي اللي عامله اسم النادي الاهلي وشعبيته.
العلاقات بقى انا عايز اقول برضو انه ممكن في الفتره الاخيره انا لاحظت حاجه، يعني هو علاقات الاهلي العربيه موجوده على طول يا كابتن مين. تمام. علاقاته العربيه والافريقيه موجوده. تمام. لكن في الفتره الاخيره ديت انا لاحظت انه في مثلا ترحيب شديد جدا من الشيخ تركي آل الشيخ السعودي او رئيس هيئه تركي الرياضه، الشيخ رئيس هيئه تركي الرياضه، تركي آل الشيخ رئيس هيئه الرياضه، بانه ازاي متعاون جدا جدا مع النادي الاهلي ومع الكابتن محمود الخطيب. يعني برضه انا عايز اقول هنا الشخصيه التي تدير النادي الاهلي بيبقى لها نوع من انواع الجذب للتعاون. خلينا الحته دي عشان على عليها بعد ما الاستاذ جمال يخلص. في نوع من الجذب، يعني الكاركتر نفسه مجرد ان الكابتن محمود الخطيب نجح، ويمكن قبل ما ينجح أكيد. ويمكن قبل ما ينجح الانتخابات دي بقى في وعود مبدئيه كده على بياض انه في حاله وجود في حاله وجود الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته المحترم هيحصل تعاون بشكل او باخر، ومنه اللي هو الاستاد مثلا. انا مع حضرتك مع كل احترامي لمجالس الاداره السابقين، لكن الكابتن محمود خطيب كاريزما ضافت. لا على فكره كل المجالس السابقه انا اشتغلت معاهم واعرفهم وناس محترمين جدا ولم يقصروا. بس انا فاهم كلام حضرتك، انا فاهم كلام حضرتك ولم يقصروا. لا كويس ان انت حضرتك ركزت على النقطه دي. ليه؟ عشان اوضح انه الاهلي طول عمره مجالس اداراته بتشتغل للنادي الاهلي فعلا بصمت. يعني انت ممكن ما تقدرش، ممكن فتره كده كابتن ميدو ما تعرفش مين اعضاء مجلس اداره الاهلي بالكامل بالظبط، لكن في الاخر لانه كل واحد بيشتغل في اطار المنظومه دي، مش كل واحد عاوز يعمل شو لنفسه بالظبط. لكن انا لاحظت بملاحظه اللي هي الفتره الاخيره في نوع من العلاقات القويه بين النادي الاهلي والدول العربيه وعلى راسها المملكه العربيه السعوديه، دولة الإمارات العربية الشقيقة. فده في حد ذاته أنا شايف أنه محصلة للنجاح الكبير أكيد. للنادي الأهلي أكيد. أنا عايزك تشوف اللقطة دي يا كابتن جمال. ده الجون بتاع مؤمن زكريا في شوف الرياكشن بتاع مؤمن. لا مؤمن. تشوف الرياكشن بتاع مؤمن لعبها مرتين. طبعا أكيد الجماهير الأهلاوية طبعا عارفة. يلا يا أحمد جمال هات لنا الرياكشن بتاعه. هو طبعا دي جوال مؤمن وهو عمل الفولو كمان، ده جوه المباراه دي يعني هو شاط وعمل الفولو اسبوع 6 ومؤمن جاب جول. بص بقى بص الرياكشن بتاع مؤمن. بص دي ترجمتها؟ لا ترجمتها ترجم لا ترجم انت بقى ترجم انت عشان يعني مؤمن زكريا جاي من النادي الاهلي وراح النادي الاهلي، فبقول لهم ارفعوا راسكم لفوق انتوا الاهلي. والله بص ده كان تعبير مؤمن. انا يعني انا متاكد من الكلام ده. انا سالته برضه سالته لا هو سالته والناس اتكلمت عليها بقول لهم ارفعوا راسكم لفوق انتوا الاهلي. يعني انتوا اهلي برضه بالظبط. هو انديه الاهلي في كل مكان بصراحه مميزه، ونادي الاهلي قدم الانديه الكبيره هنا في السعوديه طبعا اكيد منافس قوي على طول. ومثل الدوري السعودي زي ما حضرتك قلت يا كابتن ميدو ان هو دوري قوي. دوري قوي ليه؟ دوري قوي قوي بالظبط. انا وجهه نظري انا قعدت هناك سنتين او ثلاث سنين واشتغلت في انديه الشباب والنصر ومن الانديه الكبيره، يعني دايما في خمس انديه دايما بتحس ان هم في المنافسه. مش نادي واحد بينفرد والدنيا بتمشي. طبعا النادي الاهلي متفوق، نتمنى طبعا ان هو يكون متفوق على طول. انما بالنسبه للسعوديه لا والله السعودية. نتمنى ان يبقى لينا منافس. انا عكسك بقى يا كابتن جمال، انا اتمنى ان يبقى في منافس يعني بينافس النادي عشان الكره المصريه تحلى. طبعا الكره المصريه تحلى وكل حاجه، بس طبعا يعني احنا مش ذنبنا النادي الاهلي متميز يعني وكويس. لا ما هو كلامه واقعي، هو بيقول لك انا عايز اروح لكلمه صغيره منافسه بس الاهلي ياخد الدوري برضه او حته بس عادي يعني. للنادي الاهلي المصري قبل ما اروح السعوديه اتفضل. النادي الاهلي طبعا دلوقتي كل الناس بتشيع ان الدوري خلص. لا الدوري ما خلصش اكيد. لا الدنيا لسه بدري قوي. النادي الاهلي عنده 18 ماتش يعني قريب تقريبا من 48% من الماتشات ما عملتش حاجه. انا معاك. ودي مقوله الكابتن حسام البدري على طول بالزبط. انا ما بحبش يعني قصه التخدير، انا احسبها لما النادي الاهلي يفرق عن اللي تحتيه. لو فاضل خمس ماتشات ست ماتشات يبقى انا اوفر 17 بونت 18 بونت بالظبط. يبقى ده التفكير المنطقي. هو انت قربت خلاص. انما النادي الاهلي ممكن اقول لو الطموح 17 18 بونت خلاص انت ما هو ده اللي انا بقوله يعني. لا ما هو ده انا بتكلم على يعني منطقي عشان احسبها منطقيا. انا كراجل مدير فني
وبحترم جدا الكابتن حسام البدري وجهازه الفني دايما يقول لك لا لسه لا لسه لحد ما نوصل على الدوري. ده الطبيعي. ده الطبيعي. نيجي بقى الماتشات السعوديه دايما فهتلاقي الشباب وهتلاقي الاهلي وهتلاقي الـ 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 الهلال وهتلاقي النصر وهتلاقي والاتحاد خمس فرق دايما متنافسين. في المهرجان اللي بيتعمل ده بتاع طبعا الكابتن فؤاد انور ده من اللعيبه الكبار جدا طبعا في السعوديه هو اصلا لعيب نادي الشباب ولعب اعتقد في نادي برضه النصر من اللعيبه الكبار. شايف ان في مهرجانات عزاله يعني في لعيبه مصريين كتير هو طبعا قمه الذكاء ان انا استغل اللعيبه المصريين بالظبط عشان هتلاقي الاستاد مقفول جاي يتفرج على النادي الاهلي المصري اللي بقيمته الكبيره هيتعمل ماتش اعتزال طبعا بالنسبه للكابتن فؤاد انور. لعيبتنا كلها منتشره طبعا في التعاون السعودي مصطفى فتحي وفي عصام الحضري في الرائد دلوقتي شيكابالا في نادي الاهلي جده في مؤمن زكريا في نادي الشباب السعودي رايح عمرو بركات اعتقد كل لعيبتنا دي هتسري برضو الدوري السعودي او هتزيدوا قوه انما بمنتهى الامانه لعيبتنا برضو هتستفيد ده رايح عمرو وحسين السيد ورايح صالح بالظبط ورايح صالح بعد كده ورايح حسين السيد فهيبقى لعيبه الحمد لله هتسري الدوري السعودي بشكل كويس والحمد لله دلوقتي اتجهوا يعني كان قلما ان تلاقي لعيبه من اللعيبه المصريين ان هو في الدوري السعودي دي من الحاجات الكويسه جدا اللي عملها طبعا التوأم الجميل اللي عملها طبعا تركي آل الشيخ طبعا رئيس هيئه الرياضه في السعوديه بالظبط وعايز اقول حاجه ان هو يعني واضح ان هو محب جدا للعرب وخاصه المصريين والنادي الاهلي طبعا نعرف ان هو طبعا محب لشخص كابتن خطيب طبعا قيمه كبيره طبعا قيمه كبيره ما بحبش كابتن خطيب بصرف النظر عن اي حاجه بمنتهى الامانه بالظبط فدي من الحاجات الكويسه بالنسبه للمهرجان اللي هيتعمل اعتقد ان هو هيبقى مهرجان ناجح جدا وقيمته كبيره وجماهير هتملى الاستاد تكريما طبعا للكابتن فؤاد انور نجم السعوديه في لعيبه طبعا سعوديين كتير مشتركين في محمد نور من اتحاد جده وفي لعيبه من الهلال السعودي في عمر خريبين لاعب سوري لعيب كويس جدا من هدافين نادي الهلال لعيب كويس جدا هم هدافين الدوري في محمد الشرهوب طبعا اللي جه شارك هنا في المباراه بتاعتنا في في, في مع اتلتيكو مدريد وفي ياسر القحطاني اعتقد كل دي لعيبه اعتقد انها هتبقى مهرجان متميز وخاصه اللي هيزيدوا تميز مشاركه النادي الاهلي في المهرجان ده اكيد يعني ريحوا شويه لا احنا جاهزين لا احنا متمرنين ناخد نفسنا ونضرب حاجه سخنه عشان ما تبردش تاني هنطلع فاصل ونرجع نتواصل مع نجومنا الكبار الاستاذ جمال الزهيري والكابتن جمال السيد فاصل واستنوا